قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهر أعطاه الله عز وجل إياه، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. وهذا الكوثر له ميزابان، هذان الميزابان يمدان الحوض الذي يكون في عرصات القيامة. فيكون الكوثر بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو النهر الذي يعطاه عليه الصلاة والسلام في الجنة. لكن جاء عند البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكوثر هو الخير الكثير. فقيل لسعيد بن جبير: كيف يكون هذا التفسير من ابن عباس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو نهر؟ فقال رحمه الله: إن النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنافي بين القولين.